مشروب للمناعة حلو جدا دلوقتي في الجو ده، ده اللي احنا محتاجينه، محتاجين مشروب للمناعة كده حلو قوي. ايه المقادير؟ عندي البرتقال، عندي الجزر، الكركم، العسل، الفلفل الاسود والليمون. اول حاجة عايزة اعملها بقى ان انا ايه، هحط الحاجة بالشكل ده، هنحط البرتقال والجزر، هنحط معلقة من الكركم كبيرة، والفلفل الاسود حاجة رفع المناعة، رفع المناعة اهو. يلا وهعصر ليمونة كده، والعسل الابيض معلقتين من العسل الابيض اهو، وبعدين هنحط المية ونضرب الكلام الجميل ده مع بعض في الخلاط. يلا بينا. عايزه اقول لكم المشروب ده كل يوم الصبح انتوا اعملوه وسيبوه في التلاجة يسقع، وكل يوم الصبح بتاخدوا شط. بصوا بيطلع عامل ازاي اهو، وانا مقشرة كل حاجة فمش هصفي،